اني جالنا مليون استماره وبنوزع استمارات في مكان المجلس الوطني هنا تحت الايه في النص تحت المظله. لقينا ال 3000 اللي فرزهم الشباب 97% غير موافقون نهائيا عن اداء المجلس الوطني وعن الاداء السيء المجلس العسكري. المجلس العسكري وقالوا الاداء سيء. 3% قالوا الاداء لم يتغير و0% لم يتحسن. دي احصائيه الشباب بيعملوها ولسه بيفرزوا. امبارح بيسالونا في بعض الفضائيات ازاي الناس تقول اسقاط المشير. قلت لهم عليا النعمه وانا شغاله في السياسه من زمان، مش انا اللي قلته، مش عشان خايفه، ده اللي قاله الشعب الواعي الذكي اللي عارف مين اللي بيحكمه ومين اللي ما بيعملش مطالبه. مين الرئيس ومين اللي بينفذ ومين اللي بيشرع كل يوم قوانين؟ هو المجلس العسكري. من حقنا نكلمه، من حقنا ننتقده، وده شيء والجيش شيء. مش قاعدين يقول لكم انتوا ضد الجيش، لا، الجيش ده يحمينا ويحمي البلد.